Ceremony Bubuwulingami. Welcome for all of us. Upon my feet along the road. دائما حفلات الختام وهي ختيات كذلك ورسائل كثيرة كانت بهذا لنتابع هنا كرة البطولة وكرة الفتيين سنتابع فايغمان كرة القدم الكرة التي دائما ترتكز وراء المحاولة ترتكز وراء الخطأ الكتيبة الإنجليزية ستبدأ منذ الدقائق الأولى وستبحث عن الزحف نحو مناطق إسبانيا كرة بمحاولة من هناك على الجهة اليسرى فيها تغطية لكنها خرج إلى رمية التماس مهام ستكون كبيرة للمدافع ميل برايت وأيضا أليكس غرينوود وجيس كارتر لمنع تقدم كالدينيتي وأيضا سلمى وأيضا ألبا خطيرة الكرة فيها محاولة إنجليزية لكن وصلت من هناك على الجهة اليمنى في انطلاقة وفي محاولة من أجل رمي سهام جيس النبض منذ الدقائق الأولى في هذه المباراة كرة ملعوبة فيها تغطية عادت مرة أخرى إلى الخلف من أجل البدء في عمليات البناء التي تبدأ دائما من الخر الذي فاز في المباراة الماضية ألبا خطيرة الكرة فيها محاولة إنجليزية لابلا هدف واحد تدخلت لكن الخطوط مقفلة إيصال إنجلترا قد تتمكن تاروس في الخطوط الأمام منذ أن قرعت في هذه البول المنطقة لكن الكرة وجهت إلى المنطقة لكن الصلابة موجودة بعد ذلك كثير من الأسلحة توزيعة داخل في المباراة اللمسة هنا حاضرة داخل المنطقة فرصة في القائم غباتهم كانت جلية بل باتت صفر ربما ستظهر إليسا روسو في قادم اللحظات ربما ستتكلم من هناك سلمى وستكون على موعد مع شباك على موعد مع ماري إيربس لورين جيمس تجلسه على مقاعد البدلاء ربما سيكون أو ستكون لها نصيب من الدقائق نصيب من المشاركة كرة إسبانية محاولة على الجهة اليسرى عن طريق ألبا لكن الكرة لم تصل إلى جينيفر هرموسو بعد ذلك إبعاد من ماري إيربس يلعبون بخطوط متماسكة ليعتمدن بعد ذلك على الهجمات الخطيرة السريعة المرتدة التي تم محاولة والتسديدة كانت دفاعية لازالت الفرصة قائمة سند وصلت هنا الكرة داخل المنطقة توزع كرة داخل المنطقة الإعادة والصورة لذلك كانت سانحة من أجل الأرض الأفقية التي البحث دائما عن من أجل منع التقدم ومن طالها بشباك أرادت فيها بمحاولة على مشارف المنطقة الخطوط الخلفية والخطوط الأمامية السكة الحديدية التي تربط خطوط الملعب ما يؤمن رحلتك بكل ثقة وأمان رقابة لصيقة من ميلي برايت على سلمى وعلى الجهة اليمنى وأيضا لا ننسى مباراة في انطلاقة على الجهة اليسرى في تسديد جول إسبانيا تسجل أول أهداف المباراة إسبانيا انفردت هنا بألحانها بعزف قل نظيره بعزف على أوتار التميز وهدف رسمت به من الشراسة للاعبات إسبانيا تحاول التقدم تحاول بمحاولة خطيرة الثاني قد يأتي في هذه اللحظات ولكن في تاريخ الكرة العالمية لا تفوق ولكن وذلك الهدف لإسبانيا أعطى الكثير من الثقة ذلك الهدف الذي أعطى الكثير من الشراسة للاعبة خطيرة جدا بأدواتها وكرة من هناك على الجهة اليمنى في ذاكرتها إذا تمكنت بالنسبة لإنجلترا مقارنة بمايتانا بوناماتي الثاني قد غباتها كانت جلية إسبانيا هنا تنهي الشوط الأول سلمى من تسجيل بهذه التسديدة أكمل إسبانيا تحاول بهذه الكرة بها بين سبورتس أعود وألتقي بحضرات ما كان ريتشل دالي في هذه الإنجليزية أمام الجماهير الحاضرة إذا مشاهدين هي الأخرى دخلت ما كان دالي أسماء اعتمدت عليها أو تعتمد عليها سيرينا فايك كرة فيها محاولة على الجهة اليمنى
دخلت مكان دالي، أسماء اعتمدت عليها أو تعتمد عليها سيرينا فايغمان في هذه أو في هذا الشوط الثاني. إنجلترا تبحث عن فرصة من أجل التعديل، من أجل تعديل ميزان الحوار بين الطرفين. كرة على الجهة اليمنى إنجليزية، فيها محاولة لكن تغطية إسبانيا وبرأسيات أليكس غرينوود خطيرة. تألق الحارستين كان العنوان كل، هي مباراة دفاعية إسبانية وخطوط متماسكة من نوسي برونز، لكن من هناك ماريونا 2003 وتوجت بلقبين متتاليين، كان ذلك سنة 2015 النسخة السابعة. والصين حققوا العلامة الكاملة برصيد 90 نقاط وسجلوا دام ولا تريد الاستسلام. اليمنى عن طريق نوسي برونز خطيرة، الكرة داخل المنطقة ولكن مرة أخرى جيس كارتر. إنجلترا تريد العودة ولا تريد الاستسلام. لاتون في هذه اللحظات قادمة من المناطق الإسبانية، ضربة القاضية قد تأتي هنا وإسبانيا تقاتل. الكرة سهلة، سهلة لي كاتالينا كول التي خطفت الأضواء في هذه المباراة. إلي برايت وتقف فيها كذلك أليكس غرينوود، ثم محاولة المرور من كيلي. الكرة ملعوبة من سالما خطيرة، خورخي فيلتا. ماذا إسبانيا تحاول؟ خطيرة الكرة.